في بلادي الله يبارك 40 مليون نسمة، كل مواطن تجراسي اختار من الناس كل، لكن كحزب سياسي أو كمسؤول في الدولة شغلي ماهوش نعلق مع كل مواطن. المواطن شاكيب خليل هدر مسؤول على كلامه، ما يهمنيش. تشاهدوا أنتم كلكم باللي واحد في الجزائر ما دفع عليه كما دفعت عليها الآن. ربما لو نعلق عليه بقصيدة تاع فنان حاج مريزق الله يرحمه، نقول له سير يا راكر الحساب،